السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. شفنا في اللقاء الفات كيف عملنا الكود تبع الرصاص وكيف يعمل انفجار. فلو اجينا هنا وعصينا على حرف الاف على اي برميل الشغل مش راح يشتغل، راح نلاحظ انه كل الاجسام اللي عندي تأثرت بالانفجار تبعي. راح اعمل رصاص على مثلا، طلع كيف كله تفاعل مع، لكن الاشكالية اللي عندي انه ما فيش عندي نار، مش طالع عندي انه في عن جد مبين انفجار. الكلام هذا في حاجة اسمها بارتيكل، وراح نشوفها في المستقبل بارتيكل سيستم إن شاء الله طبعا كيف راح تعمل انفجار. لكن الآن احنا في عندي أشياء جاهزة. لو رحت أنا على أسيت ستور، هذه أسيت ستور، خلينا أكبر الشاشة اللي عندي، راح أنزل حاجات جاهزة أو انفجارات جاهزة أستخدمها في شغلي. لحين إن أنا أشوف إيش موضوع الانفجارات وكيف ممكن أتعلم حاجة اسمها بارتيكل سيستم. فراح هي فتح عندي، راح اكتب هنا حاجة اسمها بارتيكل باكج، راح اختار بارتيكل باكج، راح افتح هذه. طبعا هذا المتجر او المكان اللي انا ممكن انزل منه، وطبعا طابع على شركة اليونيتي. خلينا نعص على، طبعا هذا مكتوب عليه فري، يعني بقدر انزله تلقائي. فاللي انت راح تعمله راح تدوس على امبورت، هو راح يعمل لك داونلود، بعدين يحمل لك اياه جوا اللعبه تبعتك. اللي انا عشان هو مساحته شويه كبيره، يمكن 150 ميجا، انا اوريدي عامل الكلام هذا. فهو انا اوريدي منزله عندي، راح ينزل. هي مساحته 139 ميجا، عشان ما يعملش مشاكل وانه بياخد معي شويه وقت. عملت مشروع تاني واسحب الملف تبعي هذا بس وبحطه عليه، برميها انا. طبعا انا اذا انت نزلته من الموقع مباشرة راح يفتح مباشرة جوا المشروع تبعك، بس انا بديش يأثر على المشروع لانه كتير اشياء انا مش عايزها، انا عايز جزئيات معينة. كل اللي بتعمله تمسك هذا هيك وبتسحبه هذا هيك، بياخد حوالي 10 دقائق شغل، بعدين بيفتح لي. انا بقول له امبورت، الان هو بيفتح لي الباكيجز وبحط لي اياها جوا الشغل. راح اوقف التسجيل ونعاود نرجع نكمل. اوكي، هيو حمل الباكيج وفتح كل الكلام هذا معي. اللي انا بيعنيني فيه راح اروح على افكت فاير اند اكسبلوجن، وراح اروح على بريفاب. الان هذول كلهم انفجارات. هات نشوف اول واحد بحمل بس قاعد، راح يعطيني انفجار زي هذا، وهو هذا اللي انا بدي اياه. على العموم راح امحيه انا ونجرب واحد تاني بس من باب نشوف ايش الموجود عندنا. راح يعطيني انفجار بالشكل هذا. طيب امحيه اشوف الثالث، ولو جربناهم راح يعطينا مجموعة من الانفجارات اللي انا بدي اياه. بدي هذا بس، فانا ممكن اجيب هذا، هاي الانفجار تبعي. كويس كويس، بنفع اجيبه واحطه على انه هو عندي هنا بريفاب. اجيبه هان مثلا، حط لي اياه، هي بريفاب اللي عندي، بديش اعمل فيه اي تغييرات، بديش اعمل، اريد اخليه هي بريفاب. هاي البريفاب اللي عندي. هذا انا بنفع اصدره على انه باكج، راح احطه في المجلد هذا مثلا من وين جبته انا، هي كنترول كوبي، وراح اجي اقول له لو سمحت اعمل لي اكسبورت باكج. اكسبورت باكج، بقول لك كل هدول راح يعنوني، يعني في عندي شوية خامات على شوية صور على اكسبورت. عوين على المكان هذا وسميه اكسبلوجين، اكسبلوجين، واحفظه. اوكي، هاي طلع عندي هذا على انه باكيج. اروح على اللعبة تبعتي اني اكون شغال عليها وافتح الملف تبعي، وراح اجيب الباكج ارميها عندها. لما اجيب الباكج بيقول لي انا بدي استورد الباكج اللي عندي، بس الباكج اللي عندي المرة هذه صغيرة، اسف انا بدي استورد الباكج هذه. اوكي، بطلت عنها وهنا اجي على الباكج هذه اللي انا صدرتها الاكسبلوجين، احطها هنا.
مباشرة، هدول اللي بده يستورد لي اياهم يحط لي اياهم، هدول كل الملفات اللي راح تنحط عندي في الشغل عندي، بقول له اوكي امبورت، وحط لي الملفات تبعتي اللي انا بدي اياها في الباكج تبعتي. وينك وينك بيج اكسبلوجن، هذه حطها هنا اشوف ايش راح يصير في الشغل عندي، بس هي المنطقة شوية حشرة. هاي الاكسبوجن تبعي بنفع اكبره مثلا لو انا بدي اعمله سكيل، يعني شافوها شوية صغير. بهيك شكل كويس. انا راح امسكه هذا هلقيته واحطه هنا على انه هو بريفاب، كرييت بريفاب، هي F2، اعمل له اعادة تسمية اكسبلوجن بريف، هاي اللي بريف فاب. طيب ايش بدي اسوي فيه هذا؟ الان هذا هو عبارة عن جيم اوبجكت، انا عمليا راح اتصرف معه زي اي جيم اوبجكت تاني، راح افتح الكود تبعي وافعل او اعمل انيشيت للجيم اوبجكت تبعي. هذه راح افتح الكود تبعي واجي فوق اعرف بابليك فيريبل، بابليك اسميه اكسبلوجن او بارتيكل، خليني اسميه بارتيكل. بارتيكل اكسبلوجن و هو راح يكون اسمه بارتيكل، نوعه ترانسفورم. نوعه ترانسفورم وهي فاصلة منقوطة. هي عرفت متغير، المتغير هذا بابليك. راح اجي اربطه وين عندي في احفظ الشغل تبعي هنا، واجي على الرصاصة تبعتي. وينك يا رصاصة؟ راح الاحظ انه في الكود تبعي راح تفتح. وينك يا كود؟ راح يقول لي وين البارتيكل تبعي، بدي اقول له هذه هي البارتيكل تبعتك. الان ضايل اعمل انيشيت للبارتيكل تبعتي هذه، وبعدين اموتها، يعني اعملها انيشيت بعد ثانيتين ثلاثة ام اعملها ديستروي. عشان اعمل انيشيت راح اجي اقول اول ما يصير في عندي تصادم قبل ما يعمل اي حاجة يعمل لي انيشيت للبارتيكل اكسبلوجن تبعي هذا. راح اجي اقول هنا جيم اوبجكت بالكابيتال كلاس دوت انيشيت، افتح جوز. ايش بطلب من الانيشيت؟ بديش هذا الخيار، احنا في الغالب بنروح على هذا الخيار. اذا بدي اول شيء الجسم اللي بدي اعمل له انيشيت، هي نحافظه. البوزيشن اللي بدي يعمل فيه، يعني وين بدي الجسم هذا وين بده يطلع عندي؟ بده يطلع عندي في الكوليجن ترانسفورم بوزيشن. اخر خيار، خيار الدوران، انا مش فارقه معي ايش الدوران اللي عندي، فانا راح احطه كيويشن هذه دوت ايدنتيتي، يعني انه زي ما هي الوحده مش مأثر كيف ما يبقى يلف لف بعنينيش. اذا انا هيك عملت انيشيت للجسم تبع هذا، هذا ايش برجع لي؟ برجع لي ترانسفورم. انا بنفع بكل بساطه اعمله ديستروي جواه، يعني بنفع اعمل زي هيك او امسكه في متغير واعمل للمتغير، يعني بنفع اعمل الترانسفورم، ترانسفورم مثلا بارتيكل انستنت بده يعطيني الكلام هذا. اذا انا الجسم النار اللي طلعت امسكتها هنا، الترانسفورم لازم تبقى بالكابيتال كلاس، وبعدين راح امسك المتغير هذا واعمل له ديستروي بعد ثانيتين، اقول له جيم اوبجكت، جيم اوبجكت دوت ديستروي، وافتح القوس واقول له مثلا بعد ثانيتين مين بده يعمل له ديستروي للبارتيكل انستنت تبعتي، وهي فاصله منقوطه. ايش اللي سواه الان؟ عمل النار تبعتي وحددت مكانها، حددت ايش النار وحددت مكان، فعم بعمل النار اللي هان بقول له بعد ثانيتين اخفي لي اياها وانتهى الموضوع. او بنفع ادمج هذا السطر مع هذا السطر،
بحيث اني انا امسك كل الكلام هذا هيك اعمل له كوبي واحطه بدل هذا في، وهذا السطر كله مش عايزه. هيك مباشرة هو بيجي بقول لك دمر لي الجسم، انو جسم اللي بدك تعمل اللي بدك تعمله، وبعد ثانيتين دمر لي اياه. خلينا على الاولاني، يمكن الاولاني اوضح في الفهم. يعني احفظ الشغل تبعي وهات نشوف ايش راح يصير معي. شغل اللعبة ويلا نيجي نطخلنا اكم من برميل. في اشياء فقعت. طيب ليش اللي بتبقى هادي؟ في الغالب انا ما حذفتش النار اللي اوريدي موجودة عندي، هي بيج اكسبلوجن هاي تبعي اوريدي، انا نسيت امحيه من المكان هذا، فهو صار اوريدي من غير ما اطخ انا اوريدي في عندي نار قاعدة بتفرقع. انا ما فيش حاجة، نيجي هان دورنا على برميل محترم. ايوه بس ايش ماله باستمرار الفاصلة 2 هذه ما اشتغلتش، المفروض تشتغل. انا مطلع اللي في عندي ايرور، ارجع للكود تبعي بقول لك البارتيكل هذا دوت جيم اوبجكت، هو بياخد جيم اوبجكت المتغير هذا تبعي، وان قبلها في الكود مش عارف ايش بيقبلها، بس هو بياخد جيم اوبجكت، فانا راح احول الجسم تبعي من ترانسفورم لجيم اوبجكت عشان يتدمر بعد ثانيتين. احفظ الشغل وتعال كمان مر تشوف هذا اللي بعيد هيك. ايوه خلاص خلاص اول ما يسطخ ويعمل لي نار وبتيجي. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.